مش جاي النهاردة أدخل معاك في خناقة الصيف حلو ولا الشتاء أحلى، لكن إحنا ناس بتوع تكنولوجيا وهنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا بتحصل للأجهزة الإلكترونية لما درجات الحرارة بتوصل لأعلى معدلاتها زي ما بنشوف دلوقتي. عشان كده لو العادي بتاعك إنك بتستخدم موبايلك كتير على مدار اليوم يبقى لازم تركز في الكلام اللي هنقوله في حلقة النهاردة. بنلاحظ طبعا ان في فصل الصيف ولما درجات الحرارة بتكون عالية ساعات تلاقي الموبايل بتاعك بيسخن جامد، وطبعا لما موبايلك بيسخن بتبدأ تلاحظ حاجات غريبة، التاتش بيبقى تقيل شوية وبتلاقي الاستجابة بقت اقل بكتير من الطبيعي، وكمان بتلاقي اضاءة الشاشة بدأت تقل شوية، يعني تحس كده ان الجهاز مظلم، وممكن يوصل الموضوع ان الموبايل يفصل منك مع ان بطاريته لسه فيها شحن. طيب الحاجات الغريبة دي بتحصل ليه؟ ده اللي لازم تكون فاهمه. موبايلك طبعا مصنوع من عدة مكونات، ابرزها هو البروسيسور او المعالج اللي هو العمود الفقري للموبايل تقريبا، وده جزء صغير جدا وحساس جدا وبيتأثر بالعوامل المحيطة بيه. فالبروسيسور ده لما بيسخن بيبدأ يديلك اشارات كده عشان تحس على دمك وتخف شوية من استخدامك للموبايل. وبالرغم من ان شركات تصنيع الموبايلات بقت بتهتم جدا بالمعالجات وبتستخدم الحقيقة تقنيات عالية جدا في تبريد المعالج، لكن برضو للأسف الكلام ده مش هيقدر يسد قصاد درجات الحرارة الشديدة، وبقينا بنسمع كتير جدا عن موبايلات بتتعرض للانفجار. طيب دلوقتي عاوزين نقول شوية نصايح لازم تعملها في فصل الصيف علشان تحمي موبايلك من شدة حرارة الجو. اول نصيحة، ما تعرضش موبايلك اصلا للشمس كتير، يعني لو قاعد في البيت بلاش تسيب موبايلك على سور البلكونة وتبقى الشمس ضربة فيه، كمان لو قاعد في شغلك وجنبك شباك كده فبلاش تسيب الموبايل على المكتب في المكان اللي الشمس داخلة منه، وبرضو الناس اللي بتبقى سايقة عربياتها ومعلقة الموبايل قدامها عند الإزاز طبعا بتبقى الشمس برضو ضربة فيه، بلاش الموضوع ده. تاني نصيحة، انك تخف شوية في الاستخدام. طبعا مش هقولك تسيب الموبايل في البيت وانت خارج، لكن قصدي هنا ان بلاش تفتح تطبيقات كتيرة في وقت واحد زي ما متعودين، يعني لان فتح التطبيقات الكتيرة دي معناه ان البروسيسور بيشتغل جامد فبيسخن بسرعة، وهو اصلا سخن بسبب حرارة الجو. وكمان بلاش تفتح الحاجات اللي بتخلي البروسيسور يسخن وخصوصا الجيمز، عادي يعني ممكن تلعب بالليل في الطراوة مش لازم في الحر يعني. وكمان حاول تقلل درجة سطوع شاشة الموبايل، ويا سلام لو تجيبه على الدارك مود اصلا تبقى عملت واجب حلو قوي مع موبايلك والله. تالت نصيحة، انك ما تسيبش الموبايل في الشاحن لفترات طويلة، وده طبعا عيب خطير كلنا بنعمله اننا بندخل ننام ونسيب الموبايل في الشاحن، لا غلط طبعا. اول ما الموبايل يوصل الشحن فيه لحد 90 او 95% خلاص كفاية عليه كده وشيله، لان بطارية الموبايل لو سخنت في الجو ده مع وجود تيار كهربائي الموضوع ممكن يوصل برضو للانفجار. رابع نصيحة، انك تفك الباك كفر اللي انت مركبه على ظهر موبايلك، خصوصا بقى لو مصنوع من مادة معدنية او بلاستيكية، لان الجراب هنا بيكتم درجة الحرارة وبيخلي الموبايل يسخن اكتر. خامس نصيحة، انك تحاول تعمل ريستارت للموبايل كل 3 او 4 ساعات مثلا، لان ده هيساعدك انك تقفل التطبيقات اللي بتفضل شغالة في الخلفية، وكمان تحس انه بيعمل ريفريش كده للموبايل ويخليه يستعيد قدرته على العمل بشكل طبيعي. في النهاية انا حذرتك من تعرض موبايلك لحرارة الجو الشديدة وقلت لك انه فعلا ممكن ينفجر، وانت طبعا حر، عاوز تسمع كلامي وتلتزم بالنصايح دي ماشي، وبرضه لو عاوز تسمع كلام محمود ابن خالتك وتاخد موبايلك لما يسخن وتحطه في الفريزر نص ساعة مثلا برضه انت حر، بس صدقني لما هتروح مركز الصيانة تقول لهم موبايلي باظ وعاوزكم تصلحوه هيقولوا لك خلي ابن خالتك يصلحهولك.